أما التهنئة في الأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى عيد الكريسمس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا. حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادنا. والفرق أن تهنئتهم بأعيادنا، تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئتهم بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئتهم بباطل. هذا هو الفرق. فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل، إذا هنؤون بأعيادنا فنهنئهم بأعيادهم، للفرق الذي سمعته.